لا ما حدا عم يبين منه شو لازم نعرف شو صار معه. لازم نسأل هدول بس تطلع السيارة سكروا البواب. شو صابت لك؟ عم يفتروا علي مشان يغطوا عمايلهم الوسخة. كل شي افترى. اخ شو واطي. يلا فوتوا لجوا. سكر يلا. صور صالون. ليك طلع هنيك. أنا طالع على مديرية الأمن، في شي بتحبوا تقولوا لي إياه؟ ينقبض على حلمي هونالو بس، غير هيك ما بدي. سلموا سعيد للشرطة هلا، وأنا طالع برات البلد. لا يقوم يحكي سعيد، إياكم تدخلوني ها؟ الله يلعنه. شو صار؟ الشرطة هون رح سكر. في شكوى ضدك، لازم تجي معنا على المغفر. اللي عم تعملوه غلط كتير كبير، كتير. تفضل. الو. وهلا اجى دورك يا حلمي اونال. شو عم تقول؟ ما عم بفهم عليك. فهمان علي كثير منيح. سعيد اعترف بكل شيء، حكى كل شيء خليته يعمله. انت مع الناس الغلط، لازم تكون بجنبي انا. اي تعال وسلم حالك مثل الزلم، والا رح خليك تندم كثير. نهاد. بس ناخد أقواله بالمركز، رح أقدم لكم التصريح اللازم، وهلا عن إذنكم. توضيح كثير يا جماعة. بس على السؤال. مراد فوت لجوا. لساتهم واقفين. ما رح يتحركوا من هون إذا ما عرفوا كل شيء. يا ترى سمر لوين راحت؟ Mm-hmm.